يعني على طول بيقلي تتذكر السنة الماضية لما عزمناكم لعنا على الفطور؟ يعني مثل الأولاد الصغار. بس اللي بفهمه انه لازم بكرة تحضر لانه الشلة كلها معزومة عندي. لا لا تقولها، عن جد عم تحكي؟ يعني كأنك مالك حابب تشوفني ولهيك عزمت حالك لعند صاحبك فيصل. ايه بعرف بعرف، بس خير؟ صاير شي مع سمعو؟ بصراحة شو؟ علق مشكلة مع جاركم أب سعيد وضربوا سكين بكتفه. طريق النهاية. صب شاي أخي، صب شاي. تكرم عينك، وهي أحلى كاسة شاي لأب عبدو. الله يسلم هالإيدين. إيه أخي اللي شو بدك؟ أخي أنا كنت أقول لك شغلة. تفضل. إمتى بدنا نعزم جارنا أبو محمد؟ لأنه عزمنا السنة الماضية ولازم نرد له العزيمة. والله عم تحكي مظبوط، ان شاء الله هاليومين ومنعزمه. بس شو سبب هالسؤال؟ ليش عم تسألك اخي؟ لكن ما في شي ما في شي، بس هو هيك مجرد سؤال وخطر ببالي وحبيت اسألك. لك احكي اخي احكي، مبين في بتمك حكي بصراحة. اي لانه اخو اب سعيد على طول بيسمعني كلام، يعني على طول بيقلي تتذكر السنة الماضية لما عزمناكم لعنا على الفطور؟ يعني مثل الأولاد الصغار. أوه علينا، لك شو بدك فيها؟ شب وطايش. لك طنشو أخي طنشو، لا ترد علي. لك أنا مطنشو يا أخي، بس المهم تعزمهم مشان ما يضل هني بالعزيمة تبعهم. يا سيدي خلاص، بعد بكرة عزيمتهم عنا. تكرم استاذ سمعو غيره. إيه ها، الله يكرمك، الله يخلينا ياك يا أبو عبدو. يلا اشرب كاسة هالشاي أخي، خلينا نلحق صلاة التراويح مشان ما نتأخر. يلا ماشي. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بالواقعة ونحوها. هيك لكم أخوك سمعوا بده يردنا العزيمة تبع رمضان الماضي. إيه والله، وأنا وعدته وقلت له بعد بكرة منعزمه هو وأخوه. طيب وليش هيك مستعجل؟ لسه رمضان بأوله. آها، وهون حطنا الجمة. خير إن شاء الله، معناها في شيء غير أنه بده يردنا العزيمة. إيه والله في، ليش الكذب؟ هات سمعنا أخي بسمعه، شوفي صدقني السبب بضحك كثير يا أبو محمد، وما أنا حرزان القصة يعني. طيب وأنا حابب الضحك، من زمان ما ضحكت. طيب لكن اسمعني على هالقصة واعطيني رأيك. عم اسمعك تفضل. لم تصبه فاقة الحقيقة. خمير يا بارك، خمير يا سوس، تمر عندي طبيعي بارك. كيفك سمعو؟ طمني عنك. أهلين أهلين فيصل، أنت كيفك؟ الحمد لله. شو وين غاطت ما حدا عم يشوفك؟ والله يا صاحبي أنا برمضان بصير شغلي بالليل. إيه معك حق معك حق، لأن الشغل بالمقالع صعب صعب كتير أخي. إيه والله، مو بس صعب كمان الغبرة والوسخ وما فيك تكفي صيامك. مظبوط كلامك. المهم هلأ جاي أعزمك لعندي على الفطور، شو قلت؟ والله إنك كفو يا فيصل، بس بدك تقلي إمتى العزيمة؟ يعني بدك تقلي قبل بوقت. ما في وقت، العزيمة بكرة إن شاء الله. بكرة؟ إيه بكرة بكرة، حقك علي، لازم كنت أعزمك قبل بكم يوم، بس بتعرف الضغط والشغل. لك مو هيك قصدي يا فيصل، مو هيك قصدي، صحيح ما في بيناتنا نحنا. إذا كان شبك تفاجأت. لك أخي بكرة بالذات أنا ما بحسن إجي على العزيمة للأسف الشديد. خير خير، بس ما تكون معزوم بمكان تاني. لك لا لا يا أخي لا تفهمني غلط، بس نحن بكرة عازمين جارنا أبو محمد أخو لأب سعيد. طيب وين المشكلة إذا أخوك أبو عبدو موجود؟
المشكلة إني أنا اللي طلبت من أبو عبدو إنه يعزمه لعنا. أخي بصراحة أنا ما عم أفهم عليك، بس اللي بفهمه إنه لازم بكرة تحضر لأنه الشلة كلها معزومة عندي. لا لا تقوله، عن جد عم تحكي؟ إيه عن جد، عزمت الكل وما خليت حدا، بقى مو معقولة ما تحضر أنت. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أختار غير بكرة. أخي أنا صار لازم أمشي ونحن بانتظارك، ماشي؟ لك طول بالك، طول بالك يا فيصل، طول بالك شوي، خلينا نتفاهم. خلاص خلاص على موعدنا، السلام عليكم. لا حول، سأل الله معك، الله معك فيصل. الله المستعان على هالورطة. يعني بدي أرجع أعلق بلسان أبو سعيد وعود حلة إذا بتحلة معه بقى. كيفك أخي؟ أهلين أخي سما، أهلين. لك وينك يا زلمة؟ ليش تأخرت لهلأ؟ كان عندي رفيقي فيصل ومن شوي لحتى راح. صحيح، شو أخباره؟ ليش ما عاد إجل عنا على الدكان؟ لأنه قلب شغله لليل. معه حق، لأنه شغله متعب وفيه غبرة كثير، ولهيته برمضان قلبوا شغله لليل. يا سيدي الله يرزقه ويسخر له. طيب فيك تفهمني أنت شبك؟ بصراحة إيه، فيصل عزمني لعنده على الفطور. يا الله يجزي الخير، بس وين المشكلة؟ ما فهمت. المشكلة إنه العزيمة عند فيصل بكرة. هلا فهمت عليك. بس أنا رفضت العزيمة مع إنه أصر كتير كتير، بس رفضت. أخي أنا برأيي لازم تلبي الدعوة وتروح تفطر عنده. لك شلون هيك؟ وعزيمة أبو محمد شو بدنا نعمل فيها؟ لا تأكل هم فيه، أنا وأخواتها. أنت روح وما عليك من العزيمة. طيب وأب سعيد؟ شبنا أخي، أنت مشكلتك معه أنه ما ردينا له العزيمة، صح؟ إيه مظبوط. إيه خلص، شو ضل لك؟ وهي عزمناه هون وبكرة بنخلص من النق تبعك. ماشي أخي ماشي، الله يعطيك العافية. الله يعافي، روح برضاي عليك، توضى وجهز حالك، رح يقدن المغرب. يلا رايح رايح. هذا يلي كان ناقص، نحل مشاكلك انت وابن جارنا ابو سعيد. ايه عشنا وشفنا والله. يلا اخي يلا، شو رايح العرس انت؟ خلصت اخي، دقيقتين بس. لك عجلك شوي، مو حلو نوصل على اذان المغرب. وهي صرت جاهز، تفضل. قبل ما نروح أنا شو فهمتك؟ إيه علينا، فهمت فهمت، ما بدنا مشاكل مع جارنا أبو عبده وأخو سمعه، فهمت والله فهمت. أيوة وهذا المطلوب. تكرم أخي تكرم، تفضل خلينا نمشي، شرف. يلا يا رب. يلا اجيت اجيت. السلام عليكم. اهلين سمعوا. وعليكم السلام، والله انك كفو يا سمعوا. نحن من بعدك معلم. على عيني. يلا يلا فوت، الشباب كلهم جوا. الشباب كلهم قالوا انك ما رح تجي، وانا تحديتهم قلت له هلا بتشوفوا كيف جاي. ايوه وهي اجيت بشحمي ولحمي. لك يعني بدك تخلينا واقفين هون؟ عصافير بطني زقزقت. يلا فوت فوت خليني نشوفه بعينهم. ايه تفضل. يلا يلا ميت. اهلا وسهلا. اهلا يا اخي سمعوا. الله حيو ابو سعيد. أهلين يا أبو محمد، يا ميت أهلين وسهلين بجيراننا الغوالي. أهلين بأحلى جار. شو وينه سمعوا مو مبين؟ والله يا أخي أبو سعيد، سمعوا معزوم عند رفيقه فيصل يلي بالحالة الثانية. يعني سمعوا ما بيعرف إنه معزومين لعندكم اليوم؟ بلا بيعرف أخي. بس شبنا شو حكينا بالبيت قبل ما نطلع؟ بس عم بسأل وينه مو أكتر. تركه تركه يا أبو محمد تركه، رفيقه حابب يسأل وينه.
ايه انا بس منشان هيك عم بسأل مو اكتر. الله ييسر له. يلا بسم الله تفضلوا. هاي قدنا تفضلوا تفضلوا ميت اهلا وسهلا. الله يجزاك خير يا ابو عبدو. يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الو السلام عليكم. لك شو يا زلمي لهلا نايم وينك ما بترد؟ الين الين فيصل لك الصراحة ايه نايم لهلا. انت قلنا بسهرة مبارح نحنا كمان. يعني هلا فهمني بدك تروح معي على السوق ولا لا؟ بلا بلا يلا بس بالبيس وبيجيك فورا. طيب ماشي انا ناطرك لا تتأخر علي. لا ان شاء الله ما بتأخر. ماشي يلا السلام عليكم. الين الين فيصل. وعليكم السلام. سمعوه سمعوه سمعوه. خير خير شو بدك؟ تعال تعال شوي عاوزك عاوزك. وهيئ جيد اتفضل قلي بس بسرعة شوي لاني مستعجل. مستعجل قلت لي؟ ايه مستعجل. هلأ حضرتك ما بتعرف انه معزوم انا واخي لعنكم كنا ولا لا؟ مبلا بعرف. خير ليش عم تسأل؟ يعني كأنك مالك حابب تشوفني ولهيك عزمت حالك لعند صاحبك فيصل. لا مو صحيح هالحكي بنوب. لا بلا صحيح. لا مو صحيح. انا ما عزمت حالي لا لعند فيصل ولا لعند غيره. فيصل هو اصلا اللي اجى عزمني وما بيعرف انكم معزومين لعنا. ايه وكان بامكان حضرتك تعتذر منه بس الظاهر لقيتها فرصة لتتهرب مني. لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اني صائم. أخي من الأخير شو بدك هلأ فهمني؟ ما بدي منك شي بس اللي عملته أنت. إيه؟ اسمه ندالي. شو؟ مثل ما سمعت. وليش هيك عم تغلط بالحكي؟ لك أنا شو غلطت معك فهمني؟ الغلط بلش من عندك مو من عندي. أول شي أنا مو ندل بس الظاهر يلي فيه شوكة بتنغزه أخي بتنغزه. يعني أنا ندل يا واطي؟ رح علمك الندالي على أصوله. إخوان لك عم تمد إيدك. أنا التواحد أني ترمي أنت لا ترمي ورا. معك معك. اجانا بلاغ مشاجرة بين شخصين، واحد منهم بالمشفى والثاني هرب. طيب اطلع فورا على المشفى وخذ اقوال المصاب وانا راح اوجه دورية تانية لمكان الحادثة. حاضر. خمير يا بارد خمير يا سوس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلين يا فيصل. لا تقلي جاي تسأل على سمعه من شوي طلع لعندك. ايه بعرف بعرف بس خير صاير شي مع سمعه؟ بصراحة شو علق مشكلة مع جاركم أب سعيد وضربوا سكين بكتفه. الله أكبر. وكيفه هلأ أب سعيد كيفه؟ والله بالضبط ما بعرف. أنا هلأ طالع على المشفى منشان أطمن عليه. ومقصوف الرقبة سمعه وينه؟ سمعه تركته عندي بالبيت لأنه خايف يكون قتله للزلمة. خلينا بالأول نروح لعند سمعه. أنا راح باخد سمعه وسلمه للشرطة وأنت بتروح بتطمن على أب سعيد. شو تطمن على أب سعيد؟ طيب مثل ما بدك مثل ما بدك. يلا ماشي. معك يا ابني معك. طمني شلون صار حالة المصاب؟ الحمد لله حالته مستقرة ومتجاوب معانا. طيب أخذت إفادته؟ أخذنا إفادته شفهيا وأخذت منه تفاصيل اللي ضربه ومكان سكنه مشان نعتقله. ما في داعي تعتقلوه لأنه خبروني بالفرع إنه إجا هو وأخوه سلم نفسه. طيب تمام أنا رح أكتب أقواله وجيب التقرير الطبي بحالته. تمام بانتظارك.
سلام عليكم أبو محمد، شلونك؟ شو أخبارك؟ طمني عنه. شلون أبو سعيد؟ شلون صار؟ طمني عنه. الحمد لله الحمد لله، برانية وضع مستقر، هيك خبرنا الدكتور. هلا ألف حمد لله. والله يا أخي أبو محمد ما بعرف شو بدي إلا، بس حقك وحق أخوك بتاخده من شواربي. له يا أبو عبدو، نحن أخوي إن شاء الله، ويلي عندك وصيل. أنا ما حبيت إجي على المشفى وأطمن على أبو سعيد قبل ما سلم سمعه للشرطة، وهي وصلتي من المخفى. من يوم يومك ابن أصول، ونحن مو طالبين منكم شيء غير إنه يطلع بخير وسلامة. الله يشفي الله يشفي أبو سعيد، بعتبره مثل أخ من إخواتي. لك شباب طايشين وأول طلعتهم، وبدنا نتحملهم يا أبو محمد. إيه والله مزبوط كلامك يا أبو عبدو. ايه يا سمعو، هات لأشوف ايش في بينك وبين محمد لحتى ضربته وكنت رايت اقتله. ما في شيء الله وكيلك، هو شافني بالطريق وبلش يغلط بحقي. شلون يعني بلش يغلط بحقك؟ هات لأشوف. صار يقول علي واحد ندل، وصدقني ما ساويت معه ولا شيء. بس هيك؟ لا مو بس هيك، جيت انا رديت عليه وقلت له انت اللي بتطلع 60 ندل، وبلش يهجم علي ويضرب فيني. ومشان هيك بتضربه بسكينه وكنت رايت اقتله؟ صدقني انه بس مشان هيك، وانا كنت صايم وما تحملت، يعني خرمان على سيجاره من الاخير. لانك صايم، كل واحد بيعمل جريمه برمضان بتحجج انه صايم. صدقني انه هو اللي استفزني بالكلام وانا ما عملت له شيء. لك يا ابني، الصيام بعلمنا الصبر وحسن التعامل مع الناس، مو على ضربهم والاعتداء عليهم. صدقني انا ما كنت بدي اضربه، وانا راح اعتذر منه اذا شفته. خد سمعه عن النظاره ورجع فهمني قصه معك بالمشفى. حاضر. للأسف للأسف سيدي، سبب تافه كتير. يعني مثل ما حكى سمعه، انه قال له ندل والتاني رد عليه قال له انت ندل وعلو بين بعضهم. بالضبط هذا اللي صار. طيب قدم ادعاء شخصي ضده؟ بالأول كان مصر وبده يشتكي عليه وياخذ حقه منه وعطله ضرر كمان، ولكن بعدين تراجع. ليش تراجع؟ لأنه طلعوا العيلتين جيران وعشرة عمر وما رضوا يدعوا عليه. أصبح كتب أقوال سمعوا وحيلوا للنيابة العامة للإدعاء بالحق العام. حاضر. والظاهر سمعوا رح يعيد بضيافتنا. لازم يتحمل نتيجة عمله. صح، فكر لي رمضان كلمة سهلة. طريق النهايه.